عامر تكلمتني عن مواضيع كثير ما شاء الله عليك، وتخصصت بأنك قلت لي في ناس من تشاد، ناس من اندونيسيا، ناس من ماليزيا يتكلمون معاك أو يتواصلون معاك لما تيجي تطلع بالمحتوى، أكيد هم بعد يعطونك أفكار. طبعاً طبعاً، للأمانة التعرف على الثقافات الأخرى وتواصلهم مع يعني حباً بالبرنامج يخليني أحس بأهمية اللغة العربية لهم. طبعاً أنا جمهوري بالبداية أساساً هو العرب، لكن كيف ممكن أنا خلال الحلقة أطرح أشياء يستفيد منها الناس غير العرب؟ فكان لابد من وضع طبعاً ترجمة أول شيء، وإضافة بعض الأمور اللي يهتم فيها العرب من خارج أو العرب من خارج العالم العربي، لأن هم فعلاً عرب إذا كانوا يحبون اللغة العربية ويتكلمونها يعني. طبعاً. فهذا شيء جداً جميل خلاني أحس باتساع، خلينا نقول رقعة اللغة العربية، لأن هي فعلاً تغطي العالم كله بجمالها وسحرها الرائع. بس طلع لك أفكار جديدة لمحتوى مثلاً اللهجة، ممكن نخترع هالمحتوى لهجة اندونيسية باللغة العربية مثلا؟ صحيح صحيح، يعني مثلا الناس اللي خلينا نقول في الأزهر. نعم. اللي في الأزهر في قبائل، في عائلات تتحدث اللغة العربية أحسن من العرب. العائلات اللي هناك تشكل بينهم بعض المصطلحات والألفاظ اللي ما يستخدمها أهل البلد نفسه، فهذا شيء جميل مرة تكلمنا عنه. مثلا خلينا نقول لهجة موريتانيا. نعم. لهجة ليبيا. نعم. في بعض البلدان أو الدول العربية اللي فعلياً ما في عليها تسليط ضوء كبير، يعني الناس ما تعرف، مثلاً الناس في موريتانيا ما تعرف بالضبط الناس شو تتكلم، ما يعرفون اللهجة الحسانية مثلاً. فكان لابد من أن نأخذ هذه الأمور منهم، يتكلمون عن هذه الأمور وإحنا نأخذها ونتكلم عنها. طبعا. مثلاً عرب الأحواز نفس الكلام، عرب الأحواز تواصلوا معنا بشكل كبير، عندهم بعض المصطلحات وبعض اللهجات اللي بينهم لازم ننقلها للعالم، لازم نوريها للعرب بشكل عام لأن أخوانهم عرب. هذا الشيء كان باب من، خلينا نقول، أو من وسائل إيجاد الأفكار اللي تلاقي قبول ولله الحمد. جاءت تتحدث اللغة العربية وهي دولة ليست بعربية. صحيح، في بعض الدول العربية لا تتحدث العربية. صحيح. مثلاً الصومال لا تتحدث اللغة العربية بشكل كبير، لكن هي جزء من جامعة الدول العربية.